الشد العضلي، آلام الظهر، كثير من الآلام تحتاج إلى العلاج الطبيعي. خلونا نتحدث عن العلاج الطبيعي بصورة معرفية كاملة. استخدمت المواد الطبيعية والفيزيائية لتقليل الألم وتحسين الوظائف والصحة، يعني مثلاً استخدم المساج بواسطة من؟ أكيد الصينيين في العام 3000 قبل الميلاد، كما تطور باستخدام التمارين العلاجية باستخدام العلاج المائي، استخدم كطريقة للعلاج بواسطة الإغريق والرومان عن طريق الحمامات المائية الساخنة والأنهار. بعد اختراع الكهرباء طور ما يعرف بالعلاج الكهربائي، والذي بدأ في العام 1600 ميلادية. استخدمت المواد الطبيعية والفيزيائية تقليل الألم وتحسين الوظائف والصحة. خلونا نعرف العلاج الطبيعي. العلاج الطبيعي هو مهنة طبية وأحد فروع الطب المهمة، واللي من خلالها يقوم المتخصصون المدربون بتقييم وعلاج اختلال الوظيفة الجسدية المرتبطة بالإصابة، أو إذا كانت إعاقة، أو حتى مرض، أو حالة صحية معينة. حيث أن جلسات العلاج الطبيعي قد تكون خيار قائم بحد ذاته لعلاج أمراض مختلفة، أو قد يكون كنوع من العلاج المساعد والذي يوصف إلى جانب علاجات أخرى. كما قلنا أن العلاج الطبيعي هو مفهوم واسع وتعريفه كبير جدا، لكن لكي تبسيط هذا التعريف للمشاهدين بشكل عام، هو عبارة عن علاج مكمل للعلاج الدوائي والعلاج الجراحي. بمعنى آخر أن كل مرتدي أقسام أو مراكز العلاج الطبيعي يأتون بعد تحويلهم من قبل أطباء قد أعطي لهم علاجات دوائية أو خضعوا لعمليات جراحية. هذا مبدئيا لمفهوم العلاج الطبيعي بشكل عام، وأكيد في هناك أنواع للعلاجات الطبيعية. إيش هي هذه الأنواع؟ ينقسم العلاج الطبيعي إلى ثلاث أقسام رئيسية: العلاج الكهربائي الإلكتروثيرابي، والعلاج الحركي الكينيزي ثيرابي، والعلاج المائي ما يسمى بالهيدرو ثيرابي. خلينا نتحدث على كل نوع لحاله. أول نوع اللي هو العلاج الكهربائي، إيش يعني العلاج الكهربائي؟ العلاج الكهربائي هو عبارة عن أجهزة تستخدم لتأهيل المريض تكون مرتبطة بالتيار الكهربائي. لو جينا نقول مثلا جهاز الموجات فوق الصوتية، جهاز تحفيز العصب الكهربائي، جهاز الكمادات الساخنة، جهاز الأشعة تحت الحمراء، جهاز الموجات القصيرة والموجات الدقيقة، وجهاز شد الفقرات. كثير من الأجهزة مرتبطة تكون بالتيار الكهربائي. هذا مفهوم عام يسمى بالإلكتروثيرابي، اللي هو العلاج الكهربائي. نعم. وبالنسبة للعلاج الحركي؟ العلاج الحركي هو يهتم بإعادة تأهيل حركة المفاصل والمدى الحركي بعد أن يكون هناك تصلب في المفصل ناتج عن تدخل جراحي. يأتى المريض يحول إلى أقسام أو مراكز العلاج الطبيعي ويعمل له برنامج خاص في كيفية إعادة اللي هو الحركة المفصلية. يكون إما أن يكون اللي هو مانيوال، اللي هو يكون يدوي، وإما أحيانا يكون اللي هو باستخدام أيضا العلاج الكهربائي. وبالنسبة للعلاج المائي؟ العلاج المائي بحر واسع، لكن لم يؤتى حقه لحد الآن للأسف. العلاج المائي علاج يتضمن، كان علاج اللي هو بالمياه الغنية بالأملاح المعدنية، ما يسمى عندنا هون في ثوبان وغيرهم، هذه مياه غنية بالأملاح المعدنية تساعد على كثير من الأمراض خاصة أمراض الروماتيزم. أيضا عندنا ما يسمى بالعلاج المائي، أيضا مسابح يكون فيها اللي هو تأهيل المريض، يخف من وزن المريض والمريض يتحرك بأريحية داخل المسابح. هذا للأسف ما فيش مراكز للآن في انت اللي هو تؤدي هذا الغرض. لابد أن يكون في هناك علاقة بين الطبيب وبين الطبيب أيضا المختص بالعلاج الطبيعي. ربما قد يكون هناك في عدد من الأطباء لهم ارتباط وثيق مع الطبيب المختص بالعلاج الطبيعي. من هم الأطباء وإيش هي غالبا التخصصات اللي دائما تكون مع علاقة؟ نحن لو جئنا نتكلم عن الارتباط ما بين الاختصاصات الأخرى واختصاصات العلاج الطبيعي، نرى أن جميع التخصصات لها لابد أن يكون هناك علاج طبيعي للمرضى. لكن ربما الناس لم تعي هذه الفكرة الموجودة، أو لم يكن هناك وعي عند الناس، وأيضا حتى الأطباء للأسف نرى فيهم الكثير لم يحولوا مرضاهم إلى مراكز العلاج الطبيعي لتكملة مراحل العلاج. لكن أكثر ارتباط بنا نحن العلاج الطبيعي أصحاب
اختصاصيين او استشاريين، المخ والاعصاب، العظام، ايضا لو قلنا الاطفال، عندك مرضى القلب، هم يحتاجون اللي هو اعاده تاهيل. العلاج الطبيعي يهتم باستعادة أو تحسين قدرات الفرد الجسدية، وهو مناسب لجميع المرضى من الأطفال حتى كبار السن. عندما تصبح وظائفهم الحركية مهددة نتيجة لتقدم العمر أو الإصابات الرياضية أو الأمراض أو الاضطرابات الحركية أو أي عوامل بيئية أخرى، يعمل أطباء العلاج الطبيعي وين؟ في العديد من الأماكن، مثل أماكن الرعاية الصحية، ما في ذلك مكاتب العيادات الخارجية والعيادات الخاصة والمستشفيات ومراكز إعادة التأهيل ودور رعاية المسنين والمراكز الرياضية واللياقة البدنية. إيش الفرق بين الأماكن اللي تعنى بالمساج؟ نسمع كلمة مساج كثير ونعرف إنه في علاج طبيعي، هل في توافق بين المساج وبين العلاج الطبيعي؟ إحنا لو تكلمنا على المساج كمصطلح، المساج هو يعتبر جزء لا يتجزأ عن العلاج الطبيعي. يعني عندنا المساج مهم جدا، بل ترى حتى في 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 كثير من الناس يسمون أخصائي العلاج الطبيعي أو فني العلاج الطبيعي يسمون منهم مدلكين، هم لم يخطئوا في المعنى. ليش؟ لأن الكلمة الشائعة لدى الناس إنه العلاج الطبيعي هو مدلك. وفعلا إنه نحن جزء كبير من العلاج الطبيعي عندنا اللي هو التدليك، ولهذا نرى حتى إحنا نرى أنه لما تدرس الطلبة يشمئز من كلمة فهمتنا المساج والتدليك. ليه؟ لأنه ينظر في الواقع موجود مدلكين آخرين، فهمتنا يقول لك يجرح متنا يعمل ما نعرف. شوف أنت، بدأت الخريجين يحس أنه في كأنه تقليل من شأنه لما يقول لك مساج. بالعكس، كلمة المساج أو كلمة التدليك هي مصطلح صحيح فهمتنا، وركيزة من ركائز العلاج الطبيعي بالنسبة لنا، لأنه يدخل فيها ليس التدليك فقط، يدخل فيها تقوية العضلات، يدخل فيها أيضا اللي هو stretching exercise ما يسمى استطالة العضلة. كل هذا لابد قبل أن تعمل هذه الحركات كلها لابد أن يكون يسبقها اللي هو تدليك خفيف حتى تريح للألياف العضلية قبل ما تقوم بالتمارين فيما بعد. لابد أن يسبق التمارين العلاج الطبيعي اللي هو ايضا المساج. المساج صحيح مصطلح فهمتنا موجود وعامي موجود وكثير من الناس يعملوا فهم، لكن من الشخص يختلف الطرق، هذا من الشخص اللي يعمل هذا المساج. هل لابد ان تكون عنده بعض الشهادات او بعض التصاريح علشان لانه كل عضو في جسم الانسان لابد ان يكون يعني المساس به بحرص، خصوصا لما يكون الموضوع عباره عن تدليك ضغط على بعض الفقرات والعضلات، فالموضوع يحتاج إلى خبرة ربما أو قد يكون يحتاج إلى شهادة معينة. لا، نحن لو جينا الأغلب الناس الموجودين في الساحة لم يكن هناك معهم شهادات معينة حول المساج خاصة. لكن موجود برا في قسمين، في قسم في معاه تدرس اللي هو التدليك بشكل عام، وهذا بتلاقيه كثير في دول اللي هو شرق آسيا خاصة. ما هذا بس يوجد اللي هو محلات اللي يسمونها الاسترخاء. نعم. الاستجمام موجود هذا التدليك بشكل كبير. نعم. لا موجود حتى في الفنادق الخمسة نجوم. صحيح. تلاقي التدليك موجود بس لا ما له ارتباط بما يسمى بالعلاج الطبيعي بالخالص. هو عبارة عن اللي هو كيفية إراحة المريض من جهد موجود معه. أغلب الناس اللي يأتوا للمراكز الاستجمام أو الاسترخاء هم عبارة عن أناس ربما يكون مرتاحين ماديا او اشغال كبيره عندهم، يحب اللي هو يكون هذه تكون استجمام له حتى يعود لعمله بنشاط وليس مرضي. الفرق ما بين المساج المعمول هذا ليس لعلاج شيء معين وانما هو للراحه البدنيه فقط. نعم. تداخل العلاج الطبيعي مع الطب البديل والاعشاب، كثير من الناس يقول لك كيف انه هناك في ارتباط بين العلاج الطبيعي وبين الطب البديل والعلاج العلاج الطبيعي هو ربما يكون العلاج السائد والعلاج الموجود بكثره. الان ظهر في الساحه ما يسمى بالطب البديل. نعم. تمام. والطب التكميلي. الطب البديل هو خليط ما بين حاجه اسمها علاج طبيعي والعلاج الشعبي.
تم دمجه في حاجة ما يسمى بالطب البديل. الطب البديل فيه أعشاب وفيه أيضا نوع من المساج اللي يسمونها اللي هو الرفلكسوجين اللي يسموها مناطق ردة الفعل. هم يخدموا على تعصيب في القدم، مناطق ردة الفعل يقول كل منطقة هذه في راحة اليد أو راحة أو بطن القدم موجود فيها، هذه تأثر على الكبد، هذه تأثر على الكلى، ويعمل مساج بطريقة خاصة فهمتنا هذه مناطق ردة الفعل. طبعا الطب البديل الطب التكميلي معاه تدرس تمنح شهادات، بعكس الطب الشعبي أو الطب العربي بما يسمى عندنا نحن، هذا هو عبارة عن عطارة. هذه محلات العطارة عندهم أعشاب معينة ناتج عن تراكم خبرات وليس في التدريس، إنما توارثها عن طريق الأجداد أو عن طريق خبرة معينة. فهمت هذه العشبة مثلا تفيد لكذا كذا. يعني العلاج العربي هو علاج لم يكن هناك تدريس فيه وإنما تراكم خبرات. الطب البديل الآن بدأت الطب البديل والتكميلي بدأت معاهد تدير هذا المجال، وأيضا العلاج الطبيعي منفصل تماما لأنه يعتبر هو ركيزة من ركائز الطب، يعني يعتبر مكمل من ركائز الطب ويدرس في الجامعات ويدرس في التخصصات العليا. تلاقي حتى الطب اللي هم على طب العموم تخصص في العلاج الطبيعي، فهمت؟ اللي هو عندك دبلوم علاج طبيعي، عندك بكالوريوس علاج طبيعي، عندك ماستر، عندك دكتوراه، عندك كل حاجة، بعكس الطب. نعم. طيب تنصح بقض المتنة أو الشمسة؟ والله أنا أسميه هذا اللي هو كان قض المتنة بالنسبة لنا نحن كعلاج طبيعي. نلاقي كثير من المرضى يجي يقول لك قضيت المتنة أكثر من مرة. قض المتنة هو عبارة عن الضغط، نقول نحن الضغط الشديد على الألياف العضلية اللي صار فيها انكماش، فهمت؟ مما تؤدي إلى التفكك الألياف بسرعة، لكن بعد فترة ترجع طوالي. لكن العلاج الطبيعي لا، تدريجي، اللي هو كيفية اللي هو تحلحل الألياف العضلية المنكمشة بطريقة اللي هو تدريجي وبسيطة حتى لا. لكن المشكلة الأساسية أن المريض لا يعرف إيش سببها، هذه مشكلته الأساسية. تلاقيه يرجع في نفس العمل، هو عمله بذاته يعمل اللي هو تكرار مشكلة اللي هو عضلة اللوح الكتف. نحن علشان يقدم أخصائي العلاج الطبيعي الخدمة الكاملة والرعاية السليمة العلمية للمرضى، أنه يجب أن يعمل على أسسه بمستوى تفاهم قوي مع الأطباء وأخصائي العلاج بالعمل والخدمة الاجتماعية. بغض النظر عن الطريقة اللي يأتي بها المريض إلى أخصائي العلاج الطبيعي، سيقوم الطبيب العلاج الطبيعي بمراجعة التاريخ المرضي للفرد إلى جانب الفحص البدني للوصول إلى التشخيص ووضع خطة علاج، وعند الضرورة قد يحتاج إلى إجراء بعض الفحوصات المخبرية والفحوصات التصويرية. إذا كان في هناك نصيحة أخيرة من الدكتور وجدي، إيش حاب يقول؟ أحب أن يكون المجتمع يعي ما معنى العلاج الطبيعي وما هي الخدمات التي يقدمها. خاصة العلاج الطبيعي هو في الأصل هو حد من الإعاقة. نحن نحاول أن يكون مجتمعنا خالي من الإعاقات التي يستطيع أو نستطيع أن نقدم لها نحن المساعدة. نأسف أن تكون هناك جمعيات تدير فهمتنا اللي هو المعاقين حركيا، خاصة أنه لم يعنى بما يسمى بالعلاج الطبيعي. إن شاء الله نطمح أن يكون هناك دعم من الجهات المعنية بهذا الشيء. أيضا إلى جانب ذلك أيضا نصيحة للأطباء بعدم تأخير حالاتهم ما بعد العمليات الجراحية أو التدخلات الدوائية، لا يتأخرون عن تحويل حالاتهم للعلاج الطبيعي، لأنه كلما تأخرت الحالة كلما سببت لنا هنا تأخير في العلاج، وربما أيضا يتأخر العلاج وأيضا تصيب بعض الإعاقات اللي كنا ربما نتغلب عليها لو جاءت الحالة مبكرا. شكرا جزيلا دكتور، شكرا. هذا اللقاء ممتع جدا، تحدثنا فيها كثير حول العلاج الطبيعي، تحدثنا عن بعض الأنواع العلاجات الطبيعية، حتى دخلنا في موضوع الطب البديل وكذلك الطب الأعشاب، وعرفنا كثير عن أسرار العلاج الطبيعي. شكرا لك. أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا. شكرا لكم. الله يحفظك.
الجلوس لفترات طويلة سبب من أسباب الأرق والاكتئاب. ناس كثير تجلس 6 ساعات تقريباً على الأقل يومياً في وضعية الجلوس. كيف يؤثر هذا الجلوس على الصحة؟ خلونا نتحدث لكم على 10 أمور قد تصيبك إذا جلست فترة طويلة. أولاً، ضعف في القدمين وعضلات الأرداف. هذا أمر بديهي، اللي يجلس كثير ولا يستخدم جسمه كثير يتعطل ويذبي بسرعة مثل أي شيء في الحياة. زيادة الوزن، تعد زيادة الوزن من أبرز 10 أمور قد تصيبك إذا بقيت جالس طوال اليوم. هل تساعد الحركة المستمرة على تحفيز إطلاق الجسم الجزيئات، تساعد على حرق الدهون والسكريات اللي يتناولها الشخص يوميا. الحاق الضرر بالظهر والأرداف، قد يتسبب الجلوس الطويل بحدوث تقلص وتأثر في العضلات القابضة للفخذ. كما أن اتخاذ وضعية جلوس خاطئة قد يؤدي إلى آلام في الظهر، ويتسبب في وضع ضغط زائد على الفقرات في العمود الفقري. الأرق والاكتئاب، مع أن العلماء لم يتوصلوا بعد إلى الرابط المباشر بين الجلوس المطول والإصابة بالأمراض النفسية، إلا أن أحد الدراسات قد وجدت أن فرص الإصابة بالاكتئاب والأرق تزداد لدى الأشخاص اللي يميلون للجلوس لفترات طويلة يوميا. أمراض القلب، من الممكن أن يتسبب الجلوس المطول بإلحاق الضرر بقلب أي إنسان، وقد يتسبب في إصابتك بأمراض القلب المشهورة، كما قد يرفع من فرص إصابتك بالنوبة القلبية. الإصابة بالسكري، حيث وجدت أحد الدراسات أن فرص الإصابة بمرض السكري لدى الأشخاص اللي يمضون فترات مطولة من يومهم في وضعية الجلوس ترتفع مقارنة باللي يمضون فترات وهم يتحركون، يمشون، رياضة، كرة قدم. وأيضا من ضمن المسببات للجلوس الطويل دوالي الساقين، قد يتسبب الجلوس المطول بجميع الدماء في القدمين، مما قد يتسبب بالإصابة بدوالي الساقين، وهي حالة طبية ليست خطيرة في العادة، لكنها قد تتسبب في بعض الأحيان بمشاكل صحية مثل تكون الخثرات الدموية. علشان كذا حاول بقدر الإمكان أنك تمارس الرياضة، تمشي أكثر، لأنه هذا الشيء هو الأمر الصحي لك. يلعب العلاج الطبيعي دوراً هاماً كجزء من الخطة العلاجية للعديد من الأمراض. آلام الظهر والانزلاق الغضروفي، حيث تستخدم عدد من أساليب العلاج الطبيعي في السيطرة على أعراض الانزلاق الغضروفي وعرق النساء، كما تساعد تمرينات تقوية عضلات الظهر على تجنب حدوث آلام الظهر ومشكلات الغضاريف. ويستخدم العلاج الطبيعي في حالات الكسور والإصابات للحفاظ على المرونة ومدى الحركة للمفاصل الغير متأثرة بالكسر أثناء تثبيت الكسر، بالإضافة إلى استعادة مدى الحركة وقوة العضلات بعد تمام الشفاء. يعتمد التأهيل الناجح لإصابات الملاعب بدرجة كبيرة على استخدام أساليب العلاج الطبيعي الصحيحة، وتمزق الأربطة وإصابة العضلات وغيرها من إصابات الجهاز الحركي. وبالنسبة لخشونة الركبة، حيث يساعد العلاج الطبيعي على التقليل من التهاب الركبة، وتساعد التمرينات على تقوية العضلات المحيطة بالركبة وتخفيف الألم. خشونة مفصل والتهاب أوتار الكتف، يساعد العلاج الطبيعي على التخفيف من ألام الكتف الناتجة عن هذه الحالات المرضية. ويلعب العلاج الطبيعي دوراً هاماً في إعادة تأهيل المرضى بعد الأزمات القلبية والاحتشاء القلبي، كما يساعد على تحسين الدورة الدموية الطرفية. ويستفيد الأطفال الذين يعانون من الشلل الدماغي وتأخر النمو ومشاكل التطور المتعلقة بالجهاز الحركي خصوصاً من العلاج الطبيعي بشكل كبير. وكذلك يساعد العلاج الطبيعي في الحفاظ على القدرات الوظيفية للمرضى مع تقدم العمر، كما يساعد المرضى على التعايش مع أمراض الشيخوخة مثل خشونة المفاصل، هشاشة العظام، مرض الزهايمر، التأهيل بعد عمليات تغيير المفاصل، صعوبات التوازن، السلسل البولي وغيرها من الأمراض. لمساج الجسم فوائد عديدة، أولها تقليل ألم العضلات وزيادة قوتها. حيث أجريت دراسة على 11 شاب قاموا بممارسة النشاط الرياضي بشكل متفرق، بعدها خضعوا لمدة 10 دقائق مساج، لينتج عن ذلك تقوية العضلات وتخفيف الألم. الشيء الثاني، المساهمة في علاج ألم العظام.
حيث أظهرت الدراسة أيضاً أن مرضى العظام الذين تلقوا العلاج بالمساج مرتين في الأسبوع عانوا بشكل أقل بكثير من الألم والتصلب في الحركة من المرضى اللي ما تلقوا علاج بالمساج. خفض أعراض الحساسية، 45 دقيقة من المساج تؤدي إلى خفض أعراض الحساسية وإعطاء دفع على خلايا الدم البيضاء لمقاومة التلوثات. فوائد مساج الجسم الأخرى، حيث تمثلت فوائد مساج الجسم الأخرى في تحسين الأداء الوظيفي لجهاز المناعة لدى النساء المصابات بسرطان الثدي، تخفيف أعراض الربو لدى الأطفال اللي يعانون من هذا المرض، زيادة الوزن الخداج اللي يخضعون المساج من قبل المتخصصين، تخليص الجسم من السموم وتحسين الدورة الدموية. من هم الأشخاص اللي ينصحون بمساج الجسم؟ بعد أن اكتشف الأطباء الكم الكبير من المزايا الكامنة في العلاج بالمساج، بدأوا ينصحون بهذا العلاج للمرضى اللي يعانون من آلام أسفل الظهر، آلام العضلات، آلام الأمراض المزمنة، هشاشة العظام إذا وجد عدد من المصابين بهشاشة العظام، العزاء، وتخفيف الألم بواسطة العلاج بالمساج. كيف يمكن نتأكد أننا حصلنا على مساج جيد ومهني؟ يتم هذا من خلال طلب رؤية رخصة مزاولة المهنة الخاصة بالمعالج. سؤال المعالج، كم مرة قام بعلاج المساج قبل هذه اللحظة اللي أنت موجود فيها؟